السلام عليكم أصدقائي. عندما نراجع سيرة الرسول محمد نجد الكثير من قضايا متناقضة وكثير من قضايا التي تثير الشكوك، لكن هذا لا يعني بأننا لن نستطيع اكتشاف شخصية محمد. هنالك مفاتيح لابد من العثور عليها لمعرفة هذا الشخص. كثير من الناس طرحوا نظريات، منها أنه كان مصاب بالصداع أو الصرع الصدفي أو شيء، ما ذكر بالضبط الاسم العلمي. آخرين قالوا أنه هو الشخص أدى قدرة خارقة، أدى قدرات جسية خارقة، أدى قدرات ذهنية، أدى أيضا ميزات إلهية قدسية اختص بها دون عن باقي البشر. هو نوع من أما التحيز مع أو ضد، بالنتيجة ما يقدم شيء. ففي رأيي أنه محمد شخص ولد ولم يجد من يحتضنه، كانت عنده مشكلة بالانتماء، كان نقص في إحساسه بالانتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا الإحساس انتقل إلى جميع المسلمين وأصبحوا يشعرون بالعزلة عن أي مجتمع يعيشون فيه، حتى ضمن المجتمع الذي هو محسوب عليهم، أي المجتمع المسلم نفسه. هذا الأمر جعل حساس جدا من هذه المسألة، وأعتقد كثير من الشواهد تؤكد هذا الموضوع. هو حرك بطريقة يؤكد فيها بأنه هو ضمن هذا الحشد القرشي، أنه هو واحد من أتهم وواحد من أبنائهم، لكن هذه العملية لم تتم بالطريقة الصحيحة. سبب معروف أنه أبوه مات مبكرا أو مات قبل ولادته، وأيضا أمه ماتت بعمر وهو كان في عمر 4-5 سنوات أو 6، وهنالك قصص كثيرة بأنه لم يرى أمه وأن أمه لم تراعيه وأن أمه تبرعت به بمرضعة تولت إرضاعه وتربيته وتنشئته. فزوج هذه المرأة كان من عباد القمر وهو أبو كبشة، وأيضا كثير من التفاصيل من هذا النوع كلام، لكن ماكو شيء واضح ودقيق. المهم بالنسبة لهذا الأمر الآن هو أن نفكر بأنه هو مشكلته الأولى والأخيرة بالإحساس بالانتماء. إحساس بالانتماء مسألة لابد أن نعيرها الانتباه، لأنه الإنسان بدون أن يشعر بأنه هو منتمي إلى الآخرين لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة. هذه المعضلة الهائلة كانت نقطة ضعف محمد الكبيرة التي لم يستطع التخلص منها حتى آخر لحظة من حياته. لماذا؟ لأنه هو كان الآخرين يستذكرون وجوده، كانوا يستحقرون وجوده ويعتبرونه هو مو من أبناء قريش وليس من الناس الذين صحيحين نسبوا. يقول الرصافي عن حياة محمد قبل النبوة، يقول أن الروايات التي تتعلق بحياة محمد قبل النبوة أشد اضطرابا وأكثر اختلاقا وأوسع ابتعادا عن المعقول، فالرواية التي تتعلق بحياته فيما قبل النبوة مظلمة جدا، تأخذ بيد الباحث فتدخل به ظلاما دامسا إلى حيث لا يدري كيف يسير وإلى أين يمضي وماذا يلاقي، فهو لا يحس إلا بخشونة الريب إذا مد يده لامسا، ولا يسمع إلا زمجرة الشكوك إذا مد عنقه مزغيا. من هنا فأن أول معضلة سنواجهها قضية شخصية محمد منذ ولادته هي الروايات المختلقة أو المختلفة للمؤرخين وعلماء المسلمين وكتاب السيرة المحمدية. هذه المعضلة يقول عنها معمر في الرصافي أيضا، أما الروايات التي جاءت في عام ولادته ففيها اختلافا بالغا إلى 11 قولا، والمدة التي يتضمنها اختلافهم تتراوح ما قبل عام الفيل ب15 سنة وما بعده ب70 سنة أو ب70 سنة. هناك روايات أسطورية رويت عن طفولة محمد، ولكن الباحث في التاريخ لا يستطيع أن يعتمد على هذه الخرافات والأساطير، فهناك تناقضات واختلافات كثيرة في تثبيت يوم مولده ومكان ولادته وفي مدة حمله وفي وفاة والده وفي سنه عند وفاة أمه، يعني يقال بين 4-12 عاما. وهناك روايات مضحكة مثل ما ذكروه عن نور النبوة الذي كان في جبين عبد الله أي والد محمد قبل أن يتزوج آمنة بنت وهب، وكيف أن هذا النور كان يتلألأ في غرفته حتى أن النساء شغفن بأبيه عبد الله. أما بالنسبة يعني الشخص الرسول فالمفكر التونسي الدكتور هشام جعيط يقول أنه محمد ولد سنة 580 هجرية، وأن كل حديث عن ميلاده سنة 570 أو 571 لا يصمد أمام الفحص. ويرى جعيط أن ربط تاريخ ميلاد النبي بهجمة أبرهة على العرب
زيادة على أنه مخالف لما وجد في بعض النقوش، والذي يجعل تاريخ الهجمة في حدود سنة 547. فيقول هو هذا لا يعدو أن يكون علامة زمنية، ذلك أن عام الفيل أصبح أداة للتاريخ وليس له بعد غيبي يعطى لتاريخ ميلاده، أي رمزية دينية. ويقول جعيط عن والد محمد أن اسمه لم يكن عبد الله، والأرجح هو أن النبي محمد هو من أطلق عليه هذا الاسم. أما عن اسمه، أي اسمه اسم محمد، فقال جعيط أنه لم يكن محمدا منذ الولادة، مستشهدا في ذلك بأن القرآن لم يسمه باسم محمد إلا في السور المدنية. وممكن تراجعون مقالات الكاتب، يقول بأنه يعني حول اسم محمد أنه هو لقب للمسيح، والآيات الأربعة في القرآن اللي ورد فيها ذكر محمد هي للمسيح وليس لرسول العرب. كذلك عبد الله وعبد المطلب هي ألقاب أو صفات للمسيح قبل الإسلام. فيكمل يقول إن القرآن لم يسمي باسم محمد إلا في السور المدنية، محمد رسول الله والذين آمنوا، هاي في سورة الفتح، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بآل عمران. واعتبر الكاتب جعيط أن اسم محمد هو واحد من التأثيرات المسيحية، أنه نقل إلى العربية عن السريانية، وأنه يعني في تلك اللغة الأشهر والأمجد، وأن صيغتها الأولى كانت محمدان أو محمدان. أما الاسم الحقيقي للرسول محمد فهو قثم، وسمي بهذا الاسم لأن أحد أبناء عبد المطلب كان اسمه قثم ومات على الصغر، فسمي النبي على اسم عمه المفقود. ويضيف الكاتب جملة أخرى من الاستنتاجات التي توصل إليها بخصوص النبي محمد، منها أن والده توفي بعد ولادته. أما في السيرة الحلبية فتحدث أن عبد المطلب اللي هو جد محمد وابنه عبد الله اثنينهم تزوجوا في يوم واحد. الأول تزوج من هالة بنت وهب بنت عبد مناف، والثاني تزوج أختها آمنة بنت وهب بن عبد مناف. أي أن جد محمد عبد المطلب ووالد محمد اللي زوجوا بنفس اليوم ولدت هالة بنت وهيب عبد المطلب حمزة، عم النبي، عم محمد في النسب، وأخوه من الرضاعة. وهذا أكو صارت عليه شكوك المسألة عن كون محمد بن عبد الله، أجمعت على أنه أن عبد الله قد توفي في نفس سنة زواجه من آمنة، وكانت آمنة حاملة بمحمد. وبعض الروايات تقول أن عبد الله مات وكان محمد عمره 28 شهر، طبعا لازم نذكر هذه المسألة. وأن حمزة عبد المطلب عم الرسول يكبر محمد بأربع سنوات، وهذا اللي دعا الفقهاء إلى أن يحددون سن الحمل بأربع سنين لردم هذه الثغرة، التي يعني واحدة من عشرات بل آلاف الثغرات التي ردمها الفقهاء بشق الأنفس. كذلك هناك شكوك في نسب محمد، وهذا هو الموضوع الذي نركز عليه، وأنه شعور أو إحساس محمد الخطير بمسألة الانتماء والنسب والأصول، وهذا أمر أيضا يعرفوه المحيطين به. قال ابن كثير نقلا عن يعقوب بن سفيان، هاي بصفحة 21، يقول أنه عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله أن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة، وإذ لقونا بوجوه لا نعرفها، فغضب رسول الله عند ذلك غضبا شديدا، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. فقلت يا رسول الله أن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. هناك حديث غريب جدا أيضا لابن كثير يتحدث، يقول بلغ النبي أن رجالا من كندة يزعمون أن محمد هو منهم، أنه هو منهم وهم منه، فقال إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدم المدينة فيأمنا بذلك، وأننا لن ننتفي من آبائنا، نحن بنو النضر بن كنانة. أي من خلال هذا الحديث اللي نقله المقريزي اللي صاحب كتاب المجهول في حياة الرسول، يقول أننا نشوف أن العباس وأبو سفيان بن حرب قالوا بأنهم أن محمد بن كندة وليس من بني هاشم، والمفارقة أن محمد اعترف بذلك وقال أننا لن ننتفي من آبائنا، نحن بنو النضر بن كنانة. هنا بالدكتور المقريزي شو يقول؟
أقول هذا اللي يتضح من خلال هذا الكلام أن قريش في حديث ثمان الأنساب قالوا أن محمد نبت لا أصل له، وهذا ما دعا محمد أن يغضب، وحتى العباس اللي هو عمه ما دافع عن هاي المسألة أمام قريش. أما كيفية قبول عبد المطلب له إذا عرف أن محمد ابن رجل آخر مو ابنه، أو ربما ابن رجل من كنده، هذا التساؤل. يقول نعم ممكن أنه المقريزي يقول، الدكتور المقريزي يقول لا نعم، لقد كان العرب لا يهتمون إلا بالولد دون النظر إذا كان الابن من عاهرة أو من زانية، وهذا ما سنراه عندما تنازع أربعة وهم العاص وأبو لهب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب على بنوة عمرو بن العاص، رغم معرفتهم بأن أمه عاهرة، وتناوبوا عليها الأربعة في آن واحد. اللي صار هو هذا، أنه الرجل لا يشعر بأنه منتمي للمجتمع الذي وجد فيه أو ولد فيه وترعرع فيه ونشأ فيه. هذا كان أمر خطير جدا، وتعزز أكثر عندما رفضوا إضافته إلى دار الندوة رغم بلوغ سن الأربعين. هذا شيء لم يكن معتادا بالنسبة له، هو يرى نفسه بأنه ذكي وعنده من الذكاء والقدرة يعني والحصافة والبلاغة يعني والمواصفات القيادية التي تؤهله لأن يكون ضمن هذا ضمن أحد أقطاب هذه الدار، واللي هي مجلس شورى. بعد ذلك ترددت أصداء في القرآن عندما قالوا أمرهم شورى فيما بينهم، لكن هي الأصل مالتها هي دار الندوة، هي اللي هنا كبار القبيلة أو العشيرة يجتمعون فيما بينهم ويجرون أمورها. هو كان يطمح بهذا الشيء، وهذا الأمر لم يحصل مطلقا. واللي ضايق أكثر أنه كان أن أبو جهل وعمر بن الخطاب وهم اثنين، وأكو حديث يقول بأنه اللهم أهدهم يعني أحد العمرين إلى الإسلام، ويقصد أنه عمر اللي هو أبو جهل، فاثنين هم اسمهم عمر أو عمرو. المهم هؤلاء فما حدثت، لأنه كان أكو شك في نسبه وانتماء لقريش، وهنالك لغط حوله، وأكثر من هذا أنه هو شخص يعني الأبو مات من وقت مبكر ولا يعرف قضية أبوه، ومسألة غامضة جدا. فهذا الأمر حز في نفسه، والإنسان في ذلك الزمن بدون أن يشعر بالانتماء إلى الآخرين أو يسمحون له بالانتماء، هذه معضلة هائلة جدا، ولن يستطيع التواصل ولن يستطيع أن يستمر في الحياة بدون هذا الإحساس. لهذا السبب أنا يعني أقول وأدعي بأن محمد اخترع إله الخاص واخترع انتماء الخاص، وعوض كل هذا الضنك أو العذاب الذاتي مع نفسه الخاص مع نفسه بأن يبتكر شيء خاص به هو وحده، ويبتكر انتماء خاص به هو، وجعل هذا الإله الذي اسمه هو وحده اسمه الله، ولم يكن لهذا الاسم يعني سابق ذكر، فاخترع الإله الخاص به وأسماء تحديدا الله الله، يعني التسمية الآلهة في ذلك الزمان ليست مسألة اعتباطية، أي تغيير في اللفظ يغير نوعية الإله ونوعية الانتماء ونوعية التضرع ونوعية القرابين التي تقدم له وكل شيء يتغير. اللفظ مهم جدا في هذه المسألة، وممكن اللي يعني ممكن مراجعة هذا القضية في بحوث كثيرة حول هذه القضية، قضية التسمية أو النطق باسم الإله، وهذه بالعربي قليل تلقوها، أعتقد بالإنجليزي راح تقولوا هو معناتها. المهم فمحمد الفكرة الأساسية أسس انتماء جديد وجعل الجميع وأرغم الجميع على الانتماء له بدلا أن ينتمي من أن ينتمي للآخرين، وسبب واضح أنه الآخرين رفضوا انتمائه لهم. هنا خلق تعويض، كان اللي ساعده في هذه المسألة هو ذكاءه وعبقريته الفذة وإرادته الصلبة، وأيضا الوضع كان الهش في قريش. قريش كانت نوع بها نوع من الديمقراطية الداخلية التي تسمح للجميع أن يصرفون كما يشاءون، لأن هي أصلا فكرة قريش من حتى الاسم مالتها، بعض الاشتقاقات اللغوية لكلمة قريش هي لملوم، مجموعة من العشائر والأقوام والأفراد اجتمعوا لقضية لإدارة شأن عام ولخلق منطقة حرة، وحتى معنى كلمة قريش هي تشي بهذا النوع، أنه هنا عبارة عن
تحالف قبائل وعشائر، وهذا التحالف هو جعل هذه القبائل يعني سميت قريش، وهذا أصل التسمية. اللي صار هو هذا، فإجا محمد قال لا، هذا التحالف ما يفيدني، لأنه هم رفضوه أصلا، فكيف ممكن أن يدخل ويتعشق؟ هو وجوده كان بذلك المكان وجود يعني مقبول، لكن بالنتيجة ما كان الأمر هكذا، وهو اضطر بالنهاية إلى أن يخوض حرب هائلة ويشعل نار خلافات كبيرة. وكان دائما عنده في عندما حضر الموت عمه أبو طالب، وأنا أشك طبعا هو بكونه ينتمي كدم وكعشيرة وكنسل إلى بني هاشم، أنا شخصيا أشك بهذا الموضوع، لكن هذا مو الموضوع، مو القضية الأساسية، هو المهم محسوب عليهم. اللي صار انه ابو طالب عندما كان على شفا ان يموت، فابو جهل قال يا ابن اخي كذا، انه ليش انت، وابو جهل اشتكى من عنده الحكم، فاشتكى من محمد، قال له يا ابن اخي كذا، ليش هاي المشكله؟ قال له والله انا ما عندي مشكله يا عم، ما معناه انه انت، مو والله هاي والله من عندي يعني، حتى لا، لانه حتى لا، هذا كلام دقيق الان. قال له انا ما عندي، انا طلبت بس ان ينطقون كلمه واحده، وهي ان يقول لا اله الا الله، هي ما طلبت شيء اخر، طلبت منهم هذا، لكن هاي الكلمه الواحده بالنسبه لنا الان تبدو سهله، لكن هاي الكلمه الواحده اللي طلبها محمد هي معناها انه يلغون كل الالهه القديمه ويتبعون الهها الخاص، اي معنى انه انا طلبت منهم ان ينتمون الي، انه يصبح الانتماء خاص بي انا، وليس انا انتمي اليهم، لانه هو اصلا خاسر هاي المساله، هو خسر هذا الرهان، لأنه بدار الندوة رفضوا ضم لهم اللي هو عبر سن الأربعين، وهذا كان متعارف عليه أنه اللي عبر سن الأربعين يعني يدخل في دار الندوة إذا كان أهل لهذه المسألة، هو عبر الأربعين ويعتقد نفسه كان مؤهل لهذه المسألة، لكن لا رفضوه، والسبب على الأغلب في رأيي أنه نسبه وشكوك في نسبه وانتماء لقريش، وهذا اللي يتحدث عنه عمه اللح يعني كما يقال بالعراقي، يعني المقرر اللح يعني العم المفترض العباس، وقال هو أشبه بالنخلة على ربوة يعني خارج بالضواحي، فهو مشمور بعيد يعني ما محسوب علينا، فهذا اللي صار بعد ذلك، قال لك أنتم ما محسوب عليكم، انتظروني بسيطة، فجعل الجميع هم اللي يعني المدينة بأكملها، هو طلع من المدينة وطلع من العشيرة وحارب العشيرة، لكنه بالنهاية جاب العشيرة كلها وراه ونجح بهذه المهمة الخطيرة. وهنا نعرف، نقدر نفهم بأن الإنسان في ذلك الزمان لا يمكن أن يعيش بدون أن ينتمي إلى المكان الذي ولد فيه وعاش فيه، بغض النظر عن مصداقية أو حقيقة هذا الانتماء لهذا المكان، يعني سواء هو ربما عثروا عليه كالطفل في الشارع أو إذا كان أكو شوارع ذاك الزمان، لكن هو مهما يكون هو محسوب عليهم، وهذا الانتماء بدون هذا الانتماء ذاك الزمان يعني معناته الموت، معناته أنه لا يمكن أن يعيش إنسان بدون هذا الإحساس بالانتماء. الانتماء كان هو الله، هو الإله، الانتماء كلمة لا نستهين بها، فكرة بأنه هذا الإله الذي نؤمن به جميعا أنا أؤمن به أيضا مثلكم، فهذا هو الذي كان يسمى الإله. أما الحديث عن قضايا أنه الإله موجود وغير موجود وقضايا العلم والإله والكون والقصص الآلهة، كلها كلام سخيف تافه ما له علاقة، يعني موضوع يعني تبريرات وشغل تثاقف وتذاكي مناورات وحيل تافه من قبل الناس حتى يشغلون الجميع بقضايا هي ما لها علاقة، مو صلب الموضوع، صلب الموضوع أنه أنت الإنسان يوجد في جماعة، وهي الجماعة بدون وجود هذا الإحساس بالانتماء لها ما راح يمكن أن يستمر في الحياة على الإطلاق، أنه يموت. يعني الكائنات البشرية كائنات أشبه بالخلايا، خلايا النحل، فأنت لا يمكن أن تتخيل خلية نحل تعيش خارج المملكة النحل التي ولدت ونشأت فيها، وحتى لو حصلت هذه الفرصة فهي يعني ستبال أو ستفنى ولن تبقى على قيد الحياة، يعني فرصها تضمحل وتنتهي، ولن يبقى في مع الزمن إلا الذي يؤمن بالانتماء ويعمل ويضحي من أجل هذا الانتماء، وهذا ما يحصل فعلا. يعني المسلمين الآن أو المسيحيين أو الهنود أو أي واحد منتمي إلى دين معين هو منتمي إلى جماعته،
شخص لا ينتمي إلى جماعته سيفنى وينقرض، وهي مسألة يعني هنا المفارقة أنه قوانين داروين تنطبق على الأديان اللي هي تكره داروين. هنا المفارقة يعني العجيبة. على كل حال أخلص إلى القول وأنه محمد هو شخص كان عنده معضلة هائلة في هذه القضية، ولهذا السبب كان عندما يريد يتزوج من النساء ويخلف كان همه بأنه يتزوج من شابات وجميلات وعنده رغبة جنسية عارمة حتى يخلف أولاد، لكن ما يبدو أكو مشكلة، ما أعرف شو، ما قدر يخلف أولاد، ويعني هو أرغم الجميع على أن يصبح الانتماء له، وحتى أرغم الله الذي هو يعني خلق بنفسه، أرغم الله نفسه أن يصلي عليه ويتوسل الصلة به، حتى لو كنا نفسر كلمة الصلاة بعبارة الصلة أو التواصل فهي نفس الشيء. فهذا أرغم الله نفسه وقال صلى الله عليه وسلم. فهي مع هذا كله بس هي المشروعة نجح نجاح باهر ونجاح هائل، لكن فشل في أن يحصد الثمرة مالته، أنه يصبح انتماء أو نسله هو الذي سيكون الحاصد لكل ما فعله، ومن خلاله يصبح الانتماء الجميع إلى هذا الجد الأكبر أو السلف الأكبر اللي اسمه محمد. لكن هو يعني اعتبر أنه المسألة راحت انتهت، وأيس من الموضوع كما يقول الحيدري، عنده نظرية بهذا المجال. والآن ما الذي تغير بسبب دين الرسول محمد على صعيد الحياة والفكر والوعي والمجتمعات بشكل عام المسلمة؟ الذي تغير أنه كما قلت في الجزء الأول من هذا الفيديو أن محمد فرض على الجميع الانتماء له ولدينه. بالنسبة لأي إنسان في أي مجتمع أدى الكل عندهم رغبة بالانتماء والعيش تحت سقف مشترك، سقف معنوي، سقف سلطة، سقف دين، سقف عائلة، أي معطى أو معنى أو إطار ميتافيزيقي فكري ذهني الإنسان مستعد بالسليقة وبالطبيعة لأن ينضوي تحته. لكن اللي صار شنو؟ صار شيء مخالف للطبيعة، وهو أن الانتماء أصبح للدين وليس للحياة. أي أننا عندما ننتمي إلى شيء وننتمي إلى جماعة أو مجتمع ما، فإحنا هدفنا أن نحسن من ظرف الحياة، لكن الذي حصل هو عكس هذا تماما. حصلنا على الانتماء، لكن هذا الانتماء بدأ يتأسس على اللغة وعلى النص وعلى الطاعة وعلى الكلمات وعلى الأقوال وعلى كل شيء عدا الواقع الذي نعيش فيه، وأيضا ولا حتى على الجسد الذي يضمنا وهو مصدر حياتنا. فبالتالي أصبحنا كائنات لغوية بلاغية تطرب على سماع الكلام، وهذا الكلام كان هدفه واضح دائما، وهو أن نمنح الطاعة، أن نعبر عن انتمائنا ونتعبد لهذا الانتماء ونشعر الجميع بأننا منتمون ولا نقبل غير هذا الانتماء أي انتماء، كل انتماء آخر هو باطل وكفر وبطلان. بالتالي أصبحنا نحن خارج جسدنا، كائنات تعيش خارج الجسد وخارج الحياة وخارج الواقع بل وخارج الوجود بأكمله. كل هذه يفسر لنا لماذا نحن غائبون كعرب ومسلمين عن العالم بأكمله. هذا الشيء يفسر لنا سبب علاقتنا العدائية بالعلم والبحث والتفكير والحريات الشخصية، هذا يفسر لنا كل هاي الأمر، لأننا رفضنا الانتماء إلى الحياة بل جعلنا الحياة هي التي يجب عليها أن تنتمي ليس إلينا لكن إلى الدين الذي فرض علينا والذي يطالبنا بكل آياته بتقديم الولاء والطاعة. الآن أوضح لكم أكثر، الدين كما يبدو وجد حتى يعني الدين القديم والدين الجديد، هناك فرق بين الاثنين. الدين القديم وجد حتى ينتصر للحياة، كما قلت أنه فكرة الانتماء الأصلية أنه كانت الشعوب تؤمن بإله بعل إله ديموزي، كل شعب عنده آلهة الخاصة اللي يعتنقها ويؤمن بها، وهي عبارة الله أو إله، يعني الأغلبية المطلقة أعتقد
ما تفهم الفكرة. أنا بعد بحث طويل افتهمت بأن عندما كان يقال أنا أعبد الإله الفلاني أو أتعبد لهذا الإله أو أرتبط بهذا الإله أو أؤمن بهذا الإله أو أقدم له القرابين، هذا معنى المعاني أنا خاضع لشريعة هذا الإله، لقوانينه ولعاداته ولفلكات البشرية، وما زالت لا تستطيع أن تصف لك النظام الاجتماعي الذي نعيش حول نعيش عليه أو نعيش ضمنه. وهذا النظام غير مرئي طبيعته، لا يمكن أن ترى النظام القوانين، نظام كيف نهنئ بعضنا، كيف نتزوج من بعضنا، كيف نتعامل مع المرأة، كيف نتعامل مع الطفل، كيف نتعامل مع الشيخ أو الشخص الكبير بالسن، وكيف نلبس، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نعمل. هذه كلها قضايا لها علاقة بالشريعة، لها علاقة بنمط للحياة خاص بينا، هذا كله يخضع إلى قانون. ما هو هذا القانون؟ هو نسميه دين أو نسميه شريعة أو نسميه سلطة أو قانون أو دستور، لكن ما زالت البشرية تخضع إلى ما نسميه دين، فبالتالي أصبح لكل مجتمع دينه الخاص. هنا تحدث المشكلة. فبالتالي الدين صار هو شيء إلى إله، هذا الإله هو اللي الكلمة اللي تعبر لنا عن كل هذا الذي نعنيه. فأنت عندما تخرج الآن أو حتى قديما، خاصة قديما، عندما كان العربي مثلا أو من قبيلة بني أسد مثلا، أذكر بيت شعر عمرو بن قميئة يقول إذا شفت يعني اللي يجي يذبح أشوف شلون يذبح القربان مالته، أنا أعرف هذا من أي دين وأي إله يعبد. فبالتالي إحنا نتعرف على بعضنا عن طريق إيماننا، فأنا عندي هذا الإيمان أعرف جماعتي منهم، مثلا إذا أنا مثلا عشيرة من 3000-4000 واحد، أنا أعرف بماذا يؤمن هذا الشخص من خلال سلوكه تصرفاته، فمباشرة أعرفه. عندما أشوف المختلف إذا هذا من دين مختلف، فكان هو علامة، الإله كان علامة على الاختلاف الطبائع واختلاف الجماعات والمجتمعات عن بعضها، أي أنه مسألة ثقافات شيء من هذا القبيل. فكانت التسمية يقولون هذا هؤلاء يعبدون الإله الفلاني، وهؤلاء وأحيانا يتبادلون الآلهة، يقول لك هذا الإله ما يشتغل يعني مثلا عاطل أو لا يؤدي ما هو مطلوب منه، فيأتون بإله آخر مجاور لهم، يشوفون المدن الأخرى أو العشائر الأخرى أتهم إله أمورهم ماشية والله ما فوقهم كما يقال، فبالتالي هم يجون يستعيرون هاي. لهذا السبب كانت أشتار مثلا إلهها محبوبة، لماذا؟ لأنها تشتغل. يعني هي المعنى شنو؟ المعنى شريعة أشتار، أو مو المعنى شريعة الشريعة بالمعنى الإسلامي أو المعنى اليهودي، لا، هي شريعة بمعنى منظومة الأعراف والتقاليد لهذه الجماعة، يأتون يأخذون يسمونها مثلا هاي المنظومة يسموها أشتار، هاي المنظومة يسموها بعل، هاي المنظومة يسموها أدد، هاي المنظومة يسموها رع، وهاي المنظومة يسموها، وهكذا أسماء الآلهة. فكل منظومة لها نظام خاص بالآلهة مالتها. فأنت تلقى الإله يهوى لا يعبده المزارعون أو الفلاحون، إنما يعبده البدو في الصحراء مثلا أو الرعاة اللي هم من عندهم كانوا اليهود، وكذلك المسلمين. الله لا تجد آثار للزراعة في الدين الإسلامي، لماذا؟ لأنه الإله ما يعرف شنو زراعة، ما له علاقة بالموضوع، هو بالنسبة لبساتين أو فردوس هكذا. بالنتيجة اللي فعله محمد هو هذا، أنه جعل الجميع يؤمنون به وبإلهه، وبالتالي خلانا ننسى الحياة ونحاول أن نلقى دائما في حال الصراع مع الحياة اللي هي تغلب داخلنا، وهذا حاول مقاومتها، وأصبحنا بين كائنات تعيش في منطقة اللغة، وتعتبر الحياة والواقع هو مصدر الشر. هذا خلانا نعيش في زنزانة، ما أعرف تسميها زنزانة، يعني اسمها حياة دينية مثلاً، يعني عناوين فخمة ولطيفة، الحياة الروحية أو الحياة الإلهية، يعني الحياة هي الحياة الآن وهنا فقط، أي شيء آخر هو شيء يعني شيء إضافي ما يدعم هذه الحياة، أي شيء يتعارض مع الحياة لا قيمة له. إحنا دمرنا، ماذا فعلنا؟ إحنا دمرنا هذه الحياة في سبيل شيء باسم الإله،
يعني نسينا إنسانيتنا باسم شيء اسم الإله أو الدين أو الحق. الإله كما قلت هو مجرد فكرة للارتقاء بالإنسان مو أكثر، فماكو داعي احنا نصدقها أو نعتبرها شيء لها علاقة بالانتماء المطلق الذي لا يقبل المراجعة. لا، الإله هو إله، يعني إحساس. غير هذا الإحساس، غير المنظومة اللي تعيش بها، مثل ما الناس كانت تغير منظوماتها حسب المطلوب حسب الحاجة، هذا اللي صحيح اللي صار. لكن عندما أجى الإسكندر الكبير انتشرت فكرة وجود إله واحد يحكم الجميع، أو دولة الواحدة أو الأمة الواحدة أو السلطة الواحدة، أقصد المركزية اللي تجمع البشر جميعا. فبعد ذلك تلقفوها الديانات التوحيدية وأصبحت قضية يعني كأنما نازلة من السماء. حولوها من صيغتها العسكرية الإسكندرية المقدونية إلى صيغة دينية لاهوتية توحيدية، وأصبح الإله الحاكم المطلق هو الإله المطلق، وبس مجرد تغيير، تغيرت الصفات والتفاصيل. وأجى محمد قال أنا أنا النبي المطلق وعليكم طاعتي الكاملة. فبالتالي هو عبر عن نموذج، قدم نموذج للحكم الشامل. مع احترامنا هو نموذج الاستبداد والرفض الآخر وعدم التفاهم معه وقتله إذا تطلب الأمر. هذا نموذج يرفض الآخر كما تعرفون، هو اللي خلانا الآن بمعزل العالم، وهذا اللي خلانا دائما نطالب الآخرين بأن ينتموا إلينا وليس العكس، أي أننا نرفض الآخر، والآخر مقبول فقط في حالة أن ينتمي إلينا ويخضع لنا ولإرادتنا. إذا وهذا بالتالي أيضا نفس الفكرة، أنه أي إله آخر، أي حكم أو أي سلطة أو أي نظام حياة آخر مرفوض، لأن النظام يجب أن يأتي من مكان من الغيب، لا يأتي من الواقع ومن الحياة. الواقع والحياة مرفوض، العالم بالتالي موجود في كلمات محمد، أي في لغته وأقواله وأحاديثه ورغباته أيضا طبعا، لأنه يعني وما كان لمؤمن أو مؤمنة معروفة، يعني حتى رغباته أنه تبطى الطاعة المطلقة حتى لرغبات الشخصية. كل ما عدا هذا هو عالم فاسد يجب القضاء عليه. أي أن الواقع بالنتيجة وين وصلنا؟ وصلنا أن الواقع بالنسبة لمحمد أصبح يعني هو موجود باللغة، باللغة وبحاجاته هو كنبي وكرسول وفي الرسالة أيضا معنى المعاني. الواقع وكل ما في الواقع هو موجود في الرسالة التي أتى بها محمد، واللي هي حقيقة مثل شخصية محمد، شخصية اللي تطالب الآخرين بالانتماء له، لأنه الآخرين لا ينتمون له، لا لا لا, لا يتقبلون انتماءه لهم. هنا المعادلة الصعبة. فبالتالي سنحت له الفرصة لأن يوسع هذا المشروع ونجح به بنجاح كما قلت باهر. الجسد بالتالي بالنسبة لمحمد ما له قيمة ولا حضور، هو بالنسبة للجسد الأنثوي مهم، يعني يثير الجسد الأنثوي عندما يراه وكذا، لكن جسد الجماعة بالنسبة لمجرد أداة يستخدمها لصالح الدين، وهو دين محمدي كما قلنا. بالتالي الجسد كما قلت ما له أي قيمة ولا أي حضور، وهذا واضح، يعني حتى يكفي أن نخرج ونشوف كيف إحنا كمجتمعات أهملنا الجسد وأهملنا حاجاته، وكيف يعني رحنا نفتخر ونعتز بقدرتنا على قمع الجسد وتدمير غرائز الإنسان الأساسية. يعني الأكل عندنا حاربنا كل الحواس، حاربنا حاسة يعني الجوع، أنت جوعان، سوينا قوانين للأكل، أكو أكل حرام، أكو أكلات حرام، أكو نظام للصوم، الجنس حرام، يعني الجنس معنى ممارسة جنسية، الغريزة حرام، لازم موضوع، أو حتى عندما تمارس الجنس مارسة بسبب التكاثر وصالح المؤمنين والمسلمين، معنى أنه يعني نفس فكرة الحظيرة، أنه تربى الأغنام حتى تسمنها وحتى تسوي عندك رصيد مالي، والرصيد المالي أيضا هو رصيد ذهني، يعني المال هو مو حقيقة موجودة على الأرض، لا هو ذهني فكرة. فمثل الدين يعني حال الله مثل المال، وعندي محاضرة راح أقدمها عن العلاقة بين الله والمال، واعتبر أن الله والمال هما وجهان لعملة واحدة، هذا عملة معدنية، عملة نقدية، وهذا عملة إلهية روحانية. على كل هذا موضوع آخر. أصبح عندنا الجنس حرام، ممارسة جنسية حرام، إنسان حقوقه الأساسية شنو؟ أكل وشرب وجنس وينمارس الجنس.
لا الجنس لازم اكو ضبط اجتماعي، وهذا ما طبعا لا يختصر على الاسلام فقط، على كل الاديان تقريبا، لان لابد من عمليه ضبط اجتماعي لعمليه الجنس، لان بدون هذا عمليه الضبط هذه لا يمكن ان تنشا مجتمعات متماسكه، لانه تظل ضايعه يعني ما تعرف هذا ابن منو ذاك ابن منو، هذا يعني نظام الاسره والتنظيم كل الأنظمة تفشل بسبب عمليات الجنسية غير منضبطة، هذا طبيعي. لكن مع الإسلام الموضوع مو العلاقة السيطرة على العملية الجنسية، الموضوع أصبح إلغاء الجسد نهائيا، تدميره ومحاولة إلغائه من الحضور والتأثير، وجعل مجرد أداة ليستعملها صاحب السلطة أو النبي أو الرسول أو الخليفة ومن على شاكلته. النظر ايضا اصبح حرام، السبع حرام، الموسيقى حرام، النظر حرام، يعني الحجاب موجود وغض النظر، جميع الحواس بالتالي اصبحت معاقبه ومحجبه. لماذا؟ لان محمد شاء هذا، لانه يريد الانتماء له، لا يريد الانتماء، يعني انه عندما تنظر انت تنظر باعتبارك شخص، باعتبارك كائن، باعتبارك انسان، فهذا دلالة على أنه هذا يستدعي حضور الشيطان كما يقولون. معناتها أنت عندك كل ما تكون أنت عندك روح فردية وروح خاصة واستقلالية، كل ما أنت أصبحت شخص لك على مقربة من الشيطان. التقرب إلى الله هو أي للسلطة هو التقرب هو الصحيح. كل ما تقربت إلى السلطة كل ما أنت الله وفقك كما يقال. كل ما ابتعدت عن السلطة أو الله كل ما انت اصبحت معاقب قابل شيطاني وعندك سلوك شيطاني ومصدر للفتن والبدع. شوف الفكره لها علاقه بالسلطه والمعارضه، فانت المعارضه دائما تصدر من الافراد، والحواس هي خير يعني دليل على وجود رغبات فرديه وحاجات فرديه واسئله فرديه، تساؤلات فرديه، المهم يونيك، شخص مستقل. هذا يفسر ايضا شيء اخر اخطر، هو لماذا احنا شعوبنا ما بها سياسه انما بها دين فقط؟ ليش؟ لان السياسه اصلا عندما ظهرت باليونان تقوم على فكره بوليتيك، يعني اداره شؤون مدينه، فهذه القضيه مو قضيه مدينه بالنسبه للدين، مدينه على الارض في الواقع. السياسة عند العرب لا تعني هذا الشيء على الإطلاق، ولهذا السبب لحد الآن العرب ما عندهم سياسة، يعني أنت بتلاحظون ما عندنا سياسية، عندنا ناس يتصارعون على السلطة وعلى المناصب فقط، أما السياسة ما موجودة. السياسة شنو معناتها؟ السياسة معناتها أنه تدير شؤون المدينة، أن تشوف حاجات الناس، وهاي المدينة بها مواطنين وأفراد يعيشون، لازم توفر لهم نظام للعلاقات، حماية لحقوقهم، حرياتهم، تمنحهم يعني قدرة على ممارسة أعمالهم بطريقة اللي يردونها مناسبة، فيعني عليهم واجبات وحقوق. لا بالدين ماكو شيء، السياسة عندنا هي سياسة الخيل، يعني مصدرها وأصلها من سياسة الخيل، يعني البشر دواب، ونحن دورنا أن نسيس هؤلاء الدواب، أي أنه نمشي الناس بالكرباج على قولة البصريين أو بالصوت. فأنت مثل ما تمشي سياسة الخيل أو السائس عندما يسير الخيل فيسيرها بالصوت، فالناس أيضا هم رعية حيوانية، معنى يعيشون في حظيرة، وهذه الحظيرة لا يمكن أن تعامل مع الجميع إلا بسياسة الصوت والجزرة، حتى جزرة ما ينطون، لا بالعكس، يعني بالدين حتى جزرة ما ينطون ولا يربون أحد، لا هو يقول لك أنت روح أنت، بس المهم الطاعة، وراح نتحدث عن الطاعة بالقسم الأخير. بالتالي السياسة عندنا صارت هي الدين، يعني كلمة الدين هي السياسة وهي الدولة وهي السلطة، والله هو ممثل هذه السلطة، هو العلم أو الراية التي نرفعها جميعا ونقول الله هو معنى الراية. الدين بالتالي ما يحترم الواقع، يرفض الواقع، وأيضا من يرفض الواقع بالتالي يرفض السياسة. السياسة اللي نعرفها يعني من أيام ميكافيلي لحد هذا اليوم، اللي هي اللي تنطلق من الواقع وتستقرأ الواقع وتضع بالتالي خطط الكفيلة لتطوير وتحسين وتقدم الإنسان الذي يعيش في هذا الواقع. وبالتالي احنا ما عندنا سياسة لأنه ماكو تحديث، ما عندنا عمليات تحديث ولا تقدم ولا تطوير ولا حقوق إنسان
ولا حقوق أفراد، أصلا كلمة أفراد ما عندنا، ولا عندنا رغبة بالتحكم بالواقع، عندنا ترى رغبة بالتحكم بالرعية بالجماعة واستثمارهم لصالح السلطة اللي هي ممثلة بالدين والله والخلفاء الله أو أنبياء الله أو رسل الله. الحرية بهذا المعنى تصبح حرام، تصبح مصدر للشر والفساد. السياسة الحقة بالنسبة للدين هي السياسة الشرعية، وهاي منطقة عملها وين؟ بالنص، أي بالدين، أي في البلاغة، أي أو أنها في البيان وليس في البرهان، بل ولا حتى في العرفان. اللي ما يعجبه يعني كما هذا البيان يوصم بالردة والكفر والبهتان، وعذرا على هذا السجع أتت من ما هو الخاطر. يعني من الإنسان بالتالي أصبح يعني مو مؤمن، أصبح كائن لغوي، يعني يعيش في اللغة، مصنوع تصنع آيات وكلمات مو تجارب وخبرات. الآيات بالنسبة لثابت ثابتة وخالدة، أما هاي الأشياء والحياة والواقع كل ما فيها فيهما فهاي متغيرات ما تستحق الاحترام ولا الاهتمام. اسمعوا اسمعوا، هذا القرآن يقول دائما اسمعوا اسمعوا وعقلوا، والفكرة انه اسمع القرآن، ضل اسمع اسمع، بس انت ما تفتهم شنو، لانه ما كنت اثنين تبقوا على فهم للقرآن، المهم تسمع ويعاد تؤيد السمع ودائما ترتل واينما تذهب تسمع القرآن، فهذا يخليك حولك الى آلة شنو، آلة السماء، ايش يسميها، تسجيل على ريكورد، مو ريكورد يعني عكس الريكورد راحت من باي، فآلة شنو، سماعة، سماعة، مجرد سماعة، أنت سماعة فسبيكر فقط، أو تعيد إعادة الميكروفون وعملية المعاكسة أنه تأخذ صوت وتنتج صوت نفسه، وهي عملية الصلاة نفسها، أنه تقدم شيء تصلي لله بكلماته، هو بعث لك الكلمات وأنت تعيد تصديرها له، هو يعرفها طبعا هنا مالاته، بس هو يريد يسمعها منك حتى يشعر بأنه أنت أطعته وأنه أنت تخليت عن ذاتك تماما، وهذا عكس المعنى المعروف طبعا للصلاة. الصلاة هي مناجات وجدانية للإنسان، هو يستخدم بها لغته، يعني لغة الخاصة مئة بيرفكت، بس ما هاي حتى بالإسلام. ليش؟ لأنه الدين محمد كان يطالب بالانتماء، الجميع بالانتماء والطاعة له، وما كان يهمه هاي الطقوس. الطقوس ظهرت بالدين بالإسلام لاحقا، الإسلام بحقيقة دين بلا طقوس، ما بي طقوس، وحتى الصلاة والصوم والحج وكلها صارت فيما بعد، يعني إذا شلتوها دين محمد باقي موجود، دين محمد في مكة ما كان هاي الأشياء كلها موجودة. وبالتالي عندما يطلعون الآن يتحدثون عن بعض الطقوس والأعياد مثل العيد النبوي وما إلى ذلك، قال ما لها، ما تأثر على الإسلام. فبالتالي الإسلام هو دين السلطة، هو الدين يطالبك بالطاعة والانتماء، فهذا كيف يتحقق؟ فقط بإقصاء الجسد، محاربته، محاربة الواقع، أو من ينصت إلى الواقع، ومنع الناس من سماع أشياء كما يقول القرآن إن تبدو لكم تسوءكم، يعني سماع أو طرح أسئلة من هذا النوع. الجسد والحياة بالتالي اللي تموج وتشتعل داخل هذا الجسد هو مصدر للشك والخطر والنجاسة والفساد، وليس مصدر للتذوق والتحسس والتعقل والتفكر والنماء، مصدر لا، مو هذا، مو مثل ما عرفنا بالحياة الآن يخليك شلون ترتقب ذاتك وبروحك، وشلون تعلم أولادك على الخلق وعلى التسامح وعلى فن التفكير الحر، فن النقد الشخصي، فن يعني تتقن فنون النقد الموضوعي للأشياء وللعالم وتعيد النظر بالعالم، لا هاي كلها شر فساد. على كل أنواع الطاعة الآن هناك، يعني ما شو اسميها، فيالق ضخمة، فيالق من الآيات واللغة والبلاغة التي تطالبك بالطاعة، فإذا لم تنتمي إلى القرآن أو رب القرآن فأنت كافر مدلس وتحارب الدين وأهله. هذا المفهوم، مفهوم الطاعة بالإسلام، إذا حاولنا دراسة عميقة راح نطلع منه بأشياء خطيرة جدا، وعلينا أن ندرس هذا الشيء بشكل حيادي
صر علينا نفهم هذه الفكرة الأساسية بالإسلام. هي كلمة إسلام لها علاقة بالطاعة. إسلام إنه طاعة، أنت تسلم لي أمرك. إن عندما يقول القرآن أو عندما طلعوا الفتوحات قالوا أسلم تسلم، لن عندي حلقة حول هذا الموضوع. أسلم تسلم لا توجه نحو غير المسلمين، إنما هي بالأساس نحو المسلم نفسه. المسلم هو الذي سلم نفسه وتخلى عن نفسه أصلا، ونكل بنفسه وسحق نفسه. فكلما سحقت زدت سحقا بنفسك كلما زدت إيمانا. شوف العملية. فأنت كلما قلت قيمة جسدك ونفسك وروحك وخصوصيتك كلما أنت ازددت إيمانا بالطاعات. شوف الفكرة هنا. الفكرة اللي أسسها محمد فكرة أنه الجميع على الجميع أن ينتمون للحاكم اللي هو محمد كان، وطاعته وطاعة الرسول، ووضعوا طاعة الله مع طاعة الرسول سواسية. هنا أجوا الحكام بعد محمد ماذا وجدوا؟ وجدوا هذا الكنز، كنز من النصوص والمصاحف، وجمعوها وقال لك هذا ما نلقى أفضل من هاي، يعني من خلالها نقدر نسوي اللي يعجبنا. كنز يعني ما تعاد لأي كنز، يعني كل شيء جائز وجاهز، كل شيء ممكن نعلق عليه آية، نقول بآية كذا ونفعل ما نشاء، نذبح نصلح نعدم نسرق ننهب نكذب أي شيء. فهذه الآيات اللي حضرها محمد لهم، وعاد تشوفون آلاف التفاسير ويقول لك هو قرآن مبين. الحقيقة لا، مو مبين، هو قرآن يؤدي الغرض. هاي هو قرآن بأكمله كان هو وسيلة محمد لإقناع الآخرين ولرفعه كشعار. ما حد كان ذاك الزمن يسأل شنو هذا الموضوع، ما كان عندهم الناس هذا، وحتى القرآن ما كان موجود. يعني يقول لك هاي آيات، بس هو الفكرة أنه سيطرة وسلطة، يعرفون. يقول لك هو محمد يقول الله أنا أدعوكم إلى طاعة الله، معناته أنا الحكم الجديد وأنا اللي عندي حزب سياسي معنى المعاني جديد، يفرض يجب على الجميع طاعة هذا الحزب والانصياع له، كل أحزاب أخرى باطلة. قاوموا بالبداية، بعد ذلك بعد بسبب عمليات العنف، عمليات السلب والنهب اللي جرت، وتم انتصر هذا المشروع واستمر لحد هذه اللحظة. الخلاصة اللي أريد أقولها أن محمد والأديان التوحيدية عموما انتهكت براءة الدين بمعنى الأصيل القديم، وجعلت منه مجرد أداة للحكم والسلطة والقهر. حول الأديان الشائعة بعد الدين الشائع اللي نشأ بعد هذا السيرة المحمدية، أنا ما السيرة المحمدية اللي وصلتنا الحقيقة شنو، أنا ما له علاقة بها، موضوع آخر هذا، أنا أتحدث عن اللي وصلنا. هذا اللي وصلنا خلق من حكوماتنا وسلطاتنا، سلطات فاشية ترفض كل شيء، ألغت باسمها الإنسان وحياته وشخصيته وقيمته، وسحقت كل طاقاته، حولته إلى كائن لا جدوى منه، جاء كائن مفرغ من المحتوى، مفرغ من الروح، من الحياة، كائن مجرد يعيش في حظيرة، وهذه الحظيرة يقودها راعي وهيئة من الرعاة، وكبير الرعاة يقرر في أي لحظة متى يضحي بأحد هذه بمجموعة من هذه من الرعية، فلأنهم كلهم قربان لهذا الدين وقائد هذا الدين، وعلى جميع يضحون من أجل المذهب أو الدين الحق كما يشاء الراعي هذا الدين ووفق ما يشاء. عندما نجي على فكرة، عندما نطالع أخيرا على آيات الطاعة، شوفون طاعة الرسول بها أنواع مختلفة من الطاعة. عندما نجي ندقق بالآيات شوفون هسه، هذا عندما قال واحد شوية جايب المختصر الآيات للطاعة وجامعها في مكان واحد، هو كاتب العنوان يكفي أن نعرف نوايات عن أن طاعة الرسول هي طاعة لله، أي أنهما في حالة واحدة، أي أن الإشراك عادة يكون بالمعنى الديني. أنا مالي، أنا لست متدين حتى أتحدث عن الإشراك، لا، الإشراك بالمعنى الديني هو مشارك أن وجود أكثر من إله، لكن الذي نراه هنا هنالك إشراك على مستوى شوية أكثر تعقيدا أو أبعد مدى، وهو إشراك على مستوى البشري والإلهي، أي أن الرسول هو بشر لكن هو في الوقت نفسه طاعة
طاعته هي من طاعة الله. هاي الكويسي أحمد الكويسي فسرها بيقول لا، هو ما دام هو رسول من الله فطاعته واجب. خلينا نشوف هل هذا صحيح. هنا يقول يسألونك على الألفال، قل الألفال لله ورسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. يعني هاي الفكرة أنه ما دام هو رسول من الله فأطيع الله ورسوله، لا بأس. هاي أسمع ممكن نفهمها. هنا يا هاي الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولو تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني هاي أيضا الطاعة مشتركة. يا هاي الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا هذه أنه إذا دعاكم الله أو رسوله، باعتبار أنه هو أيضا هنا شوية تختلف، انه صارت انه الرسول او الله يدعوكم، كل واحد منهم انهما حق متساوي، يعني مو بالضروره الرسول هو اللي دعاه. شوف هنا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، هنا تختلف شويه، بس باقي انه فكره انه الله هو ما دام يقول شيء فهو بالتاكيد يعني بالوحي الالهي. شوف هنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني الله ما يحب أحد إلا عندما تحبونه أنتم، هو ما ينطشي يعني ما يقدم أي شيء. يعني أن الله لا يغير ما بقوم، عندي سلسلة حلقات حول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وليش؟ لأن الله هو السلطة، هو الحكم، هو الدولة، هو المؤسسة الحاكمة، فهو رمزها. فأنت عندما تخضع لهذا الرمز راح الله يوفقك كما يقال، أما عندما تبتعد فالله ما يحبك، فالدولة ما تحب أحد ما يطيحها، فماكوش دولة، فهو الله هو رمز هذه الدولة، بالتالي فأنت عليك الطاعة. وهذا يوضح لنا أنه بدقة معنى كلمة الله، أن الله مو أنه طاعة واجبة لأنه الله هذا اللي يتحكم بكل شيء، هي الدولة اللي يتحكم بكل شيء بصراحة. هي هنا الفكرة أنه الله عندما نحوله إلى دولة وصير دولة عندنا جديدة، كل احنا المفروض طاعة هاي الدولة هي المفروض علينا جميعا، لأنه هذا يصير العقد الاجتماعي بيناتنا. العقد الاجتماعي القديم كانوا يسمونه دولة، الله هو الله وهي شريعته، الله هو الدين، يعني دين مثلا الله الإله والدين مالته، وكل إله إلى الدين مالته أو شريعته أو تعليماته، وهذا كل واحد أدى يمشي على هاي وفق هذا الدين الذي وضعه له إلهه. إحنا الآن مفروض نفس الفكرة، يعني نتخلص من هذه الفكرة القديمة البالية التي لم تعد تنفع، أنه ما كل الآن الله هو الدولة، أو نصنع أي سيستم، أي عمل، أي نظام، نسميه ما نسميه، هو خلي نسميه إله مو مشكلة، أو حتى الإسلام نفسه نجيبه نعيد صياغته وقراءته بالشكل الجديد بيتوافق مع واقعنا وتنتهي المشكلة كلها. المهم أن نفهم معنى كلمة الله ومعنى كلمة الدين. والقضية بأكملها عبارة عن حكم. هسه شوفوا هاي الآيات شو يقول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني أنا فالدولة ما تحب أحد يكرهها أو يعارضها، فلا تحبون الدولة، الدولة تحبكم، يعني أنت تطيني أنطيك، بس أنت إذا ما تطيني أنا طبك مرض، يعني ما أحبك أكرهك، يعني عملية واضحة، عملية أخذ وليس عطاء، إنه بس تطيني الدولة ولا أعطيك فهو يعني يجي لوحده. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لهنا نفس الشيء، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ترحمون هذه الآية وأطيعوا الله والرسول شنو معناها؟ معناها أنه طاعة الله شيء وطاعة الرسول شيء آخر أيضا، معناتها هي طاعة مشتركة. بالبداية قلنا أطيعوا الله ورسوله باعتبار أنه من الرسول من أجل رسول، باعتبار أنه ينفذ إرادة الله أو يعني على طاعة الرسول، لأنه أنت أطعت الله لأن رسوله لازم تطع رسول. لكن هنا اختلفت، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني أنه إذا الله أمرك بشيء لازم تنفذه، وإذا أمرك الرسول أيضا لازم تنفذه، مو بالضرورة اثنين هم يصدرون أمر واحد. لاحظ الفرق الهائل. هنا دليل الشرك واضح، لا يقبل يعني ممكن يقبل التأويلات، بس هو المسألة واضحة، يعني صعب تطمطم أو تتلفلف. هنا أيضا أكو حالة ثالثة أو رابعة. هنا شوف شو يقول يصلح لكم الآية هاي، يقول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا رجعنا لفكرة الدولة والسلطة، والحاكم المستبد أو الحاكم العادل هو الذي عندما تطيعه راح تفوز، وهو هاي الفكرة اللي ماشي عند المسلمين جميعا، أنه أنت ترفض أي واحد يعترض على السلطة، لأنه أنت بالتالي هذا راح يسوي فتنة ودولة تنهار وبالتالي الكل يخسر. وهو هذا بالفعل يعني فكرة، يعني محمد بكل آيات القرآن تجد مفهوم السلطة واضح، الله ورسوله، الله ورسوله، الله معناته أنه أنا القائد وأنا الحاكم، وأن طاعة الله هي من طاعتي، وأن الله هو رمز الدولة والرسول هو قائد هذه الدولة، والشريعة هي شريعة قائد هذه الدولة هي شريعة محمد. فبالتالي أنا قوانين التي تسير وتنفذ، وهذه القوانين أنا أتيت بها من الله، الله اللي أنا تخيلته وأنا تواصلت معه وحدي ولا أحد غيري، وأنا القناة الحصرية بهذا الاتصال الإلهي كما يقول ميثاق العسل. تلك حدود الله، شوف، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. نفس الفكرة، أنه تنال الجزاء فقط عندما تطيع الدولة والسلطة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا صارت بها أكثر تعددية، صارت أنه الدولة، أنه طاعة الله ثلاثة أشكال، أكو ثلاثة أنواع من الطاعة. بالبداية كان أطيع الله ورسوله يعني بدون أل التعريف، وراح أطيع الله والرسول صاروا اثنين، كان واحد وذاك رسوله يعني تابع له، بعدين قال أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله والرسول مع أل التعريف ورسول، صاروا اثنين يعني صاروا شركاء. الآن صاروا ثلاثة شركاء، لكن الشريك الثالث هذا عندما أيضا ما عنده صلاحية، يعني مثل رئيس وزراء صار، يعني يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذول الاثنين يعني عندهم سلطة مشتركة، بالحقيقة هم واحد، يعني هو محمد نفسه. وأولي الأمر منكم، يعني الأمر وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله. هنا رجعت إلى الله والرسول، والرسول يعني مو إلى الله، اثنينهم أيضا. شوف، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني حتى من ترجعون، ترجعون مو إلى الله، يعني شوف الدقة مال الآية واضحة، يعني هو هذا بيان جمهوري أو شو يسمونه بالتعليمات الرسمية، يعني بيان أو ديوان الحكومي أو ديوان الدولة أو قانون دستوري، أنه أي أوكي أنت أكو اثنين طيعوهم الله ورسوله وأولي الأمر، الأم الآن يعني وزير، قائد جون، قائد جيش، ما أدري أي شيء، أي شخص مسؤول. لكن هذولا من يرجعون؟ يرجعون لمن؟ يرجعون الله والرسول. هنا ها هي أسسة الحديث، أعتقد أنا ما متابع هاي التفصيل، بس أكيد هي هاي أسسة الحديث اللي جعلت أنه الرسول هو في مستوى واحد من القرآن. الآن يحتاجون القرآنيين يقول لك لا، أنه القرآن يكفينا القرآن، لا ما يكفيك. شوف هاي الآية تقول لك، يقول لك أطيعوا الله والرسول، يعني اثنين مو واحد، يعني مو واحد تابع للثاني، كل ما عدا هذين هم تبعية. معناتها أن الله وفقا للنص الديني أتى عن طريق محمد، أتى باسم الله أو باسم الله أو بكلمات الله أو بالوحي الإلهي. لكن الرسول عندما يأمركم الأحاديث ما تتصبح هي أيضا مستوى القرآن. إذن بالنتيجة وصلنا إلى حقيقة نهائية، القرآن نفسه يقولها، هذا مو تأويل وتفسير من عندي، لا هي مبينة. بالنهاية أصبح الرسول هو الذي لكن هو كان يقصد في زمنه، يعني المقصود في زمن الرسول، وما كان يهم الآخرين ولا يهم الزمن اللاحق، هاي قصص بعدين تألفت، هو كان يهم طاعته في وقته، بدليل هو مات وما له علاقة. يعني حتى كان أكو نظريات تقول بأنه كان يوم بأنه بعد ما ينتهي ويموت يعني هو راح تقوم القيامة بالنسبة له. شوف، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. شوف يعني هاي واضحة، يعني يستغفرون الله والرسول ويستغفر لهم الرسول، أي أنه لا يمكن، يعني الله مو وحده كافي. فهنا السلطة دائما تحاول أن تفرض حضورها وسلطتها، ولازم تأكد حضور الحاكم اللي هو الرسول هنا. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين
ومن بعد شوفوا من يطاع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى وما ارسلناك عليهم حفيظا. يعني خليه يروح يقول لي ايش سوي بيان. يعني تولى اني انا ما مسؤول عنه، هو يريد يدير وجهه خليه يطب مرضه. يعني هو مو يعني مثلا واحد مريض او يعني هو محسوب علينا، بس احنا ليش عوفه؟ يعني اللي ما اطيعك يا ابا انا ما اريد اطيعك، يعني طردوني. هذا منطق ذاك العصر، شو تسوي؟ وما زال يردون يطبقونه هسه. يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هنا أنا ايضا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، الطاعه مختلفه، يعني هنا طاعتان وليس طاعه واحده. انما كان قول من اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا واولئك هم المفلحون. هذاك باعتباره هو الحاكم. ايضا هذه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فتولوا فانما عليه ما حمله، نفس الفكره. وان تطيعوه تهتدوا، يعني وما على الرسول البلاغ المبين، يعني هاي تحذير، انت اللي تطلع مني ترى يعني خلاص. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلك. هنا ايضا شوف ثنائيه، اقيموا واطيعوا الرسول، يعني واضحه جدا. اعتقد هنا ماكو حتى الله ماكو، يعني انت يقول لك ادوا فرائض قائد الجيش وقائد الدوله وخلاص، يعني اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني الله ما موجود هنا بعد الان، بعد ماكو داعي. شوف يعني الطريقه القرانيه في اصدار الاحكام الالهيه او الاحكام المحمديه. شوفوا هنا واطيعوا الله، هاي اخر شيء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. معنى شنو؟ معناته انتم لازم تطيعون الله والرسول وكل واحد، وانه طاعه الرسول لازم تحذرون ايضا، لانه هذا الرسول له حق التحليل والتحريم ايضا. يعني عندما الله يامر بشيء فهو يقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز. فهنا من اجله اطيع الله واطيع الرسول، يعني عندما تطيع الرسول فانت ما يقول لك الرسول فهو حلال وحرام ايضا، نفس المعنى. يعني شنو فرق عن الله بعد؟ له حق ايضا ان يحلل ويحرم، وكما قال لك حلال محمد حلال الى يوم القيامه، المقوله المشهوره وحرامه حرام الى يوم القيامه. فهنا محمد حتى اختم الموضوع باكمله كان يطالب الجميع بالانتماء له ولالهه. هذه الخلاصه النهائيه. اذا هو قدمها بصريح العباره انه الكل عليهم ان يطيعوا هذا الرسول. من اتابعه الى حتى هاي اللحظه هم يعني وضعوا انفسهم موضع محمد، وكل واحد اجى الان عنده طموح بالسلطه والسلطه والهيمنه على الناس وسلب حقوقهم واستعبادهم ياخذ دور الرسول وياخذ دور الحلال والحرام ويحلل كما يشاء ويحرم كما يشاء. وبالتالي نسخة محمد انتقلت عبر الأجيال وعبر الأحزاب وعبر المذاهب وعبر الأئمة ورجال الدين. شكرا جزيلا، وإلى لقاء قريب. مع السلامة.